دي هنقوم عاملين كيرف كده ونطول الكيرف شويه. ده النص كم بتاع الولد، دي الايد بتاعت الولد اهي، وهنقوم عاملين كده. هو الولد رافع ايده، انا جيت من تحت الخط بتاع الدايره دي هنا اهوت، وقمت مركبه نص دايره، وبعدين طلعت بالنص كده شويه وعملت نص كم. احنا ماشي. خلاص عملنا اهو النص كم خلاص ماشي. احنا هنطلع بخط ستريت كده لحد هنا ستريت عشان نعمل ايده، والتانية اهي، ودي مش ستريت قوي، دي جاية كده كيرف، وهقوم عاملة كده. عملت الكيرف وقمت جاية من هنا شوية مستقيمة كده، وقمت عاملة بقية الإيد كده. عارفين بقى ايه؟ من هنا هننزل التيشيرت بتاعه اهو كده. من نص ولا من الاول ولا من الاخر؟ بصي فين، بصي انا بصي التيشيرت بتاعه نص كم، انا خدت نص الخط بتاع النص كم ده وقمت منزله كده التيشيرت اهو. بصي انا منزله الخط منين اهو كده، مايل شوية مش ستريت، مايل. ميزة أنا عندي مش هيكفي. مش هيكفي ليه؟ التيشيرت كده تبقى في آخر الصفحة. لا يا مو في آخر الصفحة ليه؟ هنقوم جايين من هنا نعمل خط كده، خط كده، ده اللي ياقة بتاعته، وهنقوم موصلينها بالكتف. بص انا عملت كده خط، وقمت موصله بالكتف كده، وبعدين انزل ببقيه التيشيرت. وريني كده يا أروى، وريني. أيوة كده تمام. خلاص اللي ما خلصتي يفتح المايك ويقول لي خلصت ولا لا. حبيبة خلصتي؟ اه خلصت. مين؟ وريني كده يا حبيبة. مش كنت هي الفترة دي؟ حبيبة وريني. اهو. ثواني. تمام يا حبيبة، اوكي. لين وريني. حاضر يا ميس. تمام يا حبيبة. يا لين انت ليه عاملاه تحت في الارض كده؟ اولا احنا ماسكين التيشيرت ايه، ماسكين السكتش بال طول، ماسكين السكتش بالطول مش بالعرض. انت كنتي معايا لما قلت امسكوا بالطول، كنتي اونلاين معايا. لا ممكن ترسمي بالطول، ممكن ترسمي بالطول بعد اذنك، جيبي صفحه تانية. ممكن امسحه. طيب ممكن تمسحيه وتعمليه سكتش بالطول، وما تجيبوش ناحيه الارض خالص. انا عايزه
انا عايزه الدياله، ماشي يا دياله، بس الظهر بتاعه محني قوي كانه بيجيب حاجه من على الارض. انا هو باصص لفوق، هو باصص لفوق، بصوا لي، بصوا يا حبايبي، بصي يا دياله، انا هو باصص لفوق، انا مش هينفع ان انا اعمل له ظهر جامد قوي، يعني انا عامله له ظهر بس مش جامد، كيرف بسيط جدا. ميزة انا عاملاها باصص لفوق. ايوه شاطره. ميس ممكن تستنوني؟ مين؟ ديالا؟ لا انا لين. لين؟ ماشي يا لين، يلا. عرفتي الخطوات تعمليها ازاي اول حاجه؟ طيب يلا، بس ما تغيبيش. ها شطاو. طيب قولوا لي بقى، انتوا بترسموا خلال الاسبوع ولا هي السيشن بس بتاعنا دلوقتي اللي في المره الواحده في الاسبوع اللي بترسموا معايا فيها؟ لا صراحه برسم مره في الاسبوع. شاطر. انا ساعات برسم من على اليوتيوب. شاطر، برافو عليك. طيب هبقول لمس أهدى تبعت لكم وتتأكد منكم، عشان لو كده نعمل حاجة الأسبوع الجاي، خروف العيد، نعمل خروف العيد، إيه رأيكم؟ هو إحنا هنحتاج ألوان إيه؟ لا إحنا مش هنحتاج ألوان في الكرافت، إحنا مش بنحتاج ألوان، إحنا بنحتاج مقص. يعني المرة الجاية لما نجيب لما كلنا نجيب الورق نجيب لون إيه؟ اي لون عندك، اي لون، يعني مش شرط، ماشي ابيض واسود مثلا، حاضر، او ابيض وبني غامق مثلا. هقول لكم، هبقى اقول لمس اهدى ومس اهدى تبلغكم. طب انا اقول لك انا لون دلوقتي. قول. خلصتي يا لين؟ خلصتي يا لين؟ انا بحاول اتكلم عشان تخلصي يا لين. خلصت. طيب ميزة انا عندي كل الالوان ما عدا اللون الابيض. مش مشكلة، مش انت بترسمي في اللون الابيض يا زينة؟ نعم. مش انت بترسمي في اللون الابيض في السكتش بتاعك؟ طيب ما هو السكتش بتاعك لونه ابيض، ناخد حتة منه. انا بعرف اعمل خروف بالورق الابيض والاسود العادي. طيب احنا المره الجايه هقول لكم، خلي ميس اهدى تقول لكم ايه الالوان بالظبط اللي احنا نحتاجها وهنقص ايه بالظبط، ماشي؟ وهتبقى حاجات بسيطه مش تقيله يعني عليكم. تمام؟ هننزل بقى بالشورت بتاع الولد، خلاص هننزل من التيكيت. يا ميس، هو انت قلتي الوان ايه؟ لسه ما قلتش، هقول لميس اهدى، نتفق مع ميس اهدى وبعدين ميس اهدى تبلغ. ماشي؟ يلا جميل. هننزل بالشورت بقى من هنا، من اول التيشيرت قدام، خلاص؟ تعالي هننزل. ميس المرة قالت لنا جيبوا الورق دقته وهتبعت له، وقالت لنا انا قافله الصوت اصلا عشان يعني هننزل بالشورت بتاعه من التيشيرت هنا، بعدين هنا كده كده حرف ال. يعني مش حرف ال، يعني بصي انا عملته ازاي اهو كده، حرف ال ونطلع خط منه، صح؟ وبعدين هنطلع الناحية التانية
الشورت التاني اهو. بص انا عامله واحد اكبر من واحد، ده اهو الشورت ده الرجل القدامانيه، وبعدين الشورت التاني الصغير دي الرجل اللي ورا. مش كده؟ وريني يا ايوه يا زينة، يا قصدي يا أروى. ماشي، كبري الشورت شوية يا أروى، حاضر. كبري الشورت شوية. ميس بنقفله بقى؟ بنقفله ازاي؟ ميس هو ليه الرجل الأولاني مش زي الرجل التاني؟ لأن الرجل الأولانية هي الرجل الأمامية اللي هي بتبقى كبيرة قدامي، والرجل اللي ورا هي اللي بتبقى أصغر شوية ومش باينة كلها. دي نسبة وتناسب في الجسم. مش كده؟ أيوة كده، ماشي أوكي يا أرو. ايدي التانية بقى خلاص جاية من هنا عشان بص بص نص بطنه فين بطنه؟ اهي بطنه اهي دي. ها انا هطلع ايد كده اهي من هنا اهو. بصي هعمل خطين كده وهعمل بس بوزة دي فيلو. بس المايك يا ولاد. بقفل وبعدين هنقفل بقية